لو الحكاية فيها إن فيديو مثلا معنا الحملة الشعبية اللي بتكون هادفة للتصدي للأزمة وبالتالي فتكون لا يدافع فيه بنجاح إلا بتكافؤ الشعب كله. هذه التكفلة بالتأكيد عن حملة شعبية موجهة عملها لصالح الشعب، وبالتالي فعملية التمويل أصلا إحنا في غير حاجة عنها، لأن أغلب عملنا هيكون من خلال تمويل شخصي تام سواء من المؤسسين أو كل من يقتنع بهذه الحملة، كما إن تواجد عمل هذه الحملة أن تكون بالشكل الكبير اللي هو زي مثلا نموذج أشبه بنموذج حملة التمرد اللي هي تنطبق أيضا إلى المصريين بالخارج. يعني حملة التمرد كان عملها يشمل المصريين بالخارج، لكن حملة كافح هي حملة داخلية تواصلها من خلال نخبة عديدة يعني زرعت دماغها كلها لصالح الشعب ولصالح قضاياه كخبراء الاقتصاد وخبراء علم الاجتماع وخبراء في علم السياسة من أجل الوقوف أمام كافة أشكال الفساد من هذا الشكل اللي اتكلمنا عنه من خلال كلمة.